صباح الخير جاد. أهلا. أهلا منيرة، أنا مسرورة جدا بلقائك. شكرا. أهلا يا ثلاثمية، كيف أخدمك؟ سيد كاف، لدي مشكلة مع منيرة. آسف يا ثلاثمية، لم أعد أحل المشكلات، هذه مهمة الطبيبة دانا. ماذا قلت؟ مشكلاتك لا تهمني، الطبيبة دانا تهتم. النصيحة الرسمية للمدرسة خلال إذاعتها من الصباح حتى المساء. أهلا بكم في برنامج الطبيبة دانا، يبث إليكم من قمة المدرسة، وأنا هنا لمساعدتكم على حل مشكلاتكم. وأنا سأساعد دانا. شكرا مروان، لكن لا أحتاج إلى مساعدتك، كن هادئا إن أردت البقاء هنا. أعزائي كما تريدين. المتصل الأول، تفضل، الهواء لك. معك يا أيتها الطبيبة، أحس أن الناس لا تعرفني على حقيقتي، كل ما يرونه هو قدماي. اسمعني، لدى أصابع قدميك قصة، لذا استغل ذلك لتعبر عن نفسك. شكرا لك، فكرة رائعة. جيد، على الرحب والسعة. أحسنت دانا، جواب جيد، هل أساعدك؟ مروان. حسنا تفضل. أنا آسف. التالي. أيتها الطبيبة، لدي عادة، لكم الطالب جاد، أظنها مؤذية، أنا لا أستطيع الإقلاع عنها. هل حاول لكمك كما تفعلين؟ لا يجرؤ، لا أعطيه فرصة. لا تعطينه فرصة. سلكمه دائما، لقد رأيتها. لدي اقتراح لك، كلما أردت لكمة أشغلي نفسك بحمل حقيبة المدرسة. سأحاول شغل نفسي بصفعه. أقصد سأقلع عن أذيته، هذا أفضل. كوني فتاة طيبة وحافظي على أصدقائك. لقد فهمت، شكرا لك، هذا أمر بسيط. حلت المشكلة، من معي؟ هل أنا على الهواء؟ الطبيبة دانا معك على الهواء. طبيبة دانا، بما أنك تحاولين حل مشكلات المدرسة، لا أجد غملا. إذا مارس هوايتك. جميل، كيف خطرت لك؟ ابحث عن شيء تحب فعله وافعله. ولكن لدي هوايتان. مارسهما، حلت المشكلة. سأفعل، إذا سأمارس الهوايتين معا، جمع الطوابع والطبخ كذلك. لا تقلقي، هذا يحدث للجميع، لكن لا تنسي أبدا الغسول، الماء، ثم المصفف. انظري إلى سرعتي. لم تحاول منيرة لكمي. يا لها من فتاة هادئة. هاي منيرة، تعالي إلى هنا، المكان فارغ. شكرا أيتها الطبيبة دانا. ونصيحتي لك اليوم هي شرب الشاي الأخضر ممزوجا ببعض الزنجبيل، وهو سيهدئ الأعصاب. جيد أيتها الطبيبة، شكرا لمساعدتي على إصلاح السور. مع الرحب والسعة. أحسنت لميع. دانا، هل أنت بخير؟ لقد فهمت، نفذت منك النصائح، جيد أنني هنا لكي أساعدك يا دانا. مرحبا بكم، أنا الطبيب مروان معكم. دانا، كوني هادئة إن أردت البقاء معي هنا. أعزائي، ريثما تتحسن الطبيبة دانا، طلبت إلي أن أقوم مقامها. هيا بنا نبدأ بحل مشكلاتكم. المتصل الأول. مرحبا، الطبيبة دال، أقصد مروان. كنت أتساءل في نفسي أيهما أكثر أهمية، الحرية الداخلية أم الحرية الخارجية؟ حسنا، إن حريتنا شيء مهم جدا جدا، وإذا كنت تحسين ببعض التقييد فأعيد حساباتك من جديد. أعيد حساباتي من جديد؟ هذه نصيحة الطبيبة دانا، حلت المشكلة. حسناً، سأسارع لفعل ذلك. المتصل التالي. متى سنحتفل هذا العام؟ كلما أردنا ذلك. لنحتفل بيوم الشعر المجعد. ماذا؟ ولكن كيف سيحتفل أصحاب الشعر الأملس؟ اسمع، تنصح الطبيبة بشيء آخر، أنتما الاثنان شعركما برتقالي، لذا احتفلا بذلك. وماذا عن الشعر الأخضر؟
لون جميل. الطبيبة دانا تقول سنحتفل يوميا بلون جديد. حلت المشكلة. التالي. ما الذي تفعلينه؟ الطبيبة دانا تقول توقفي دانا. أجل دانا، دعي الطبيبة دانا تنصحنا. تصرفاتها مضحكة جدا. هل يجب أن نأخذها إلى مكتب الممرضة؟ حلت المشكلة. المتصل التالي. فكرة ممارسة هوايتين مستحيلة. الطبيبة دانا؟ الطبيبة دانا على الهواء. لم تنجح فكرة الهوايات. ماذا تقترحين علي أن أفعل؟ اسمع، الطبيبة دانا تقول لك اطلب إلى خبيصة أن تعلمك الطبخ. طبخ؟ إنها ماهرة جدا. سأصبح محترفا حقا. يجب أن نسرع قليلا. بداية جيدة. مسرحيتك تحتاج إلى الحركة. أضف مشهد المصارعة. الطبيبة تقول أكثر أكثر أكثر. حلت المشكلة. آنسة خبيصة، نحن نحتاج إلى الممرضة. أها، لا مشكلة. ومما تشكو دانا؟ أخبريها دانا. أوه، لقد فقدت صوتها. سأعالجها. لدي مستحضر لهذا الأمر. انتظروا. أيتها الطبيبة، هل أذهب إلى فرنسا أو مصر؟ حسناً، الطبيبة دانا تقول لك عليك البقاء لكي ترفهي عن طلابك. حلت المشكلة. هذه فكرة جيدة حقا. أنت محقة أيتها الطبيبة. دانا، ما الذي فعلته؟ طلبت الطبيبة دانا أن أعاود ضرب جاد. سأفعل بقوة. جاد ابتعدي. نصائحك غير مجدية. الحساء الخاص صار معدل يا دانا. تناولي هذا الحساء فيعود صوتك كما كان. آنسة خبيصة، طبخك يشعرني ب لذيذ حقا. أتمنى أن لم تتحمل الرائحة. هاي آنسة خبيصة، لما لا تقومين بدورة طبخ تدريبية خاصة يا سيدتي؟ لحظة، لن أشارك دورة الطبخ مع الطلاب، سيتآمرون علي. هاي، ما بك سيد كامل؟ لما أنت هنا؟ لا أريد أن أتعلم منك الطبخ. وأنا لا أريد تعليمك أيضا. أوه، يجب أن تأكلي من هذا. سعاد، رائع. شكرا يا آنسة. أرأيت؟ إنه حساء مفيد لكل شيء. لكل شيء؟ الطبيبة دانا تقول حلت المشكلة. المتصل التالي. حسنا، قم بعملك يا حساء. الطبيبة تقول يكفي نصائح. مذهل، أعد صوتك. أجل، وهذا ما يجب قوله. أعلن رسميا الآن إلغاء برنامج الطبيبة دانا. تجاهلوا كل النصائح التي أسديتها إليكم. شغلوا أدمغتكم وحسب. حسنا وأخيرا انتهينا. هذا الهراء يشغل كل وقت فراغي. سأعود إلى العمل. ماذا؟ ألغيت البرنامج؟ لن أسمح لك. يجب أن أنصحهم ولن يستطيع أحد إيقافي. اتركي من يدك يا دانا. طلاب، ماذا حدث لمروان؟ فقد صوته بسبب الصراخ وطلب التحدث عوضا عنه. يقول مروان يرغب في عرض مهاراته في التأرجح. حسنا، ليستعمل أرجوحتي. مروان يقول أيضا يحتاج إلى المساعدة. وماذا بعد؟ حسنا، مروان يقول إنه يريد التعبير عن نفسه.
ارتداء سلة على رأسه. سنحتفل الآن بالشعر البني. وهكذا حلت المشكلة. خرابة في الأطوار، أريد الهروب، أريد تغيير المكان، سوف أبدل الاسم والعنوان لعالم حر أصير فيه طيرا له جناحان وأنشر الألحان. لا للرتابة لا للجمود، إنما لصبرنا حدود، افسحوا مجالا للخيال في يوميات مدرسية، يوميات مدرسية. لا للرتابة لا للجمود، إنما لصبرنا حدود، افسحوا مجالا للخيال، هيا معنا، هيا معنا في يوميات مدرسية.